السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ولله الحمد، الحمد لله، نتقلب في نعم الله ليل نهار، الحمد لله الحمد لله. شكرا لله. تفضل. لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قريشي أو أنصاري. أو دوسي أو عامري. نعم. إسناده حسن في مسند الإمام أحمد وغيره، أن الرجل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يهدي له الهدية، فيكافئه النبي بما يقارب 7 أضعافها، فيخرجها مستقلا لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، وفي بعض الروايات أو عامري، والله أعلم.